السلام عليكم، انا سعيد من انظمه النادي الاهلي، نادي القرن في افريقيا، وسعيد اكثر بعد بدعم 80 مليون اهلاوي في مصر بخلاف اللي موجودين في العالم كله. وتلقيت عدة عروض من انديه مصريه وداخل وخارج الوطن، لكن انا اخترت النادي الاهلي الكبير لتحقيق احلامي وطموحاتي سواء على المستوى الاقليمي او العالمي. اشكر نادي وفاق سطيف ومسؤوليه، واشكر موصول لنادي الاهلي وجهازه الفني على اصرارهم لضمني صفوف الفريق، واتمنى من الله سبحانه وتعالى التوفيق، وان شاء الله اساهم مع زملائي في تتويج الاهلي بالمزيد من البطولات على كل المستويات، وان شاء الله اهلاوي، انا اهلاوي وافتخر.